القطه اللي تشوفونها تفر عندكم برا عند الباب اكثر من مره وخروها وخروها باي حال من الاحوال، لان الشياطين والسحره والمشعوذين يستغلونها. بسسكم اللي طلعوها في الشارع هذه بسه اصلا حقها في الشارع، يعني الله خلق البسه تعيش في الشارع. كل واحد بكره يقول البسه لا ما لها ذنب، لا لها ذنب. اكثر المشعوذين والسحره يستغلون القطط في البيوت، ترسل عليكم والحرس موجود فيها. الشيخ فهد القرني بيقول خرجوا القطط من البيوت لان وجودهم بيتسبب في وجود السحر والحسد. احنا قلنا في فيديو قبل كده ان وجود القطط في البيوت مستحب، يعني الانسان بياخد عليه ثواب واجر، وده مش كلامي، ده كلام العلماء والفقهاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال على القطط انها من الطوافين عليكم والطوافات. ده منه نعرف ان مكان القطط في البيوت مش في الشوارع. ما عرفنا من الحديث ان واحده ربنا دخلها النار عشان كان في قلبها أسوأ وأهملت في قطة، فاللي في قلبه رحمة ويربي قطة يدخل الجنة بإذن الله. طب هل بالفعل وجود القطط في البيوت بيتسبب في الحسد والسحر؟ حقيقة ان الكلام ده غير صحيح وليس عليه دليل بالمرة، بل الدليل على خلافه. ان الكلام ده لو صح الشرع كان حذرنا من وجودهم في البيوت، واحنا بنقول ان الشرع بيستحب وجودهم في البيوت. كان النبي حذرنا وحرم ان القطط تخش البيوت، وكان ده اولى من ان هو يحرم دخول الكلاب في البيوت. في حديث النبي قال فيه الكلب الاسود شيطان، كان اولى يقول ان القطة السوداء شيطان، ما قالش معنى كده ان هي مش شيطان وكيوت ولطيفة وكل حاجة. ساحر ممكن يستخدم اي حاجة يكون وسيلة لسحره، فمعنى كده ان احنا هنشكك في كل حاجة وهنبعد عن كل حاجة. بس كده، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.